مكان مستمعينا نزف لكم أجمل وأطيب التحية من على أمواج الإذاعة الجزائرية من سكيكدا. فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وندعوكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج دنياكي يا سيدتي، فقرات متنوعة وضيوف دوما نشكرهم على تربيتهم الدعوة أنهم يخصوا وقت لمستمعينا من أجل التوعية والتحسيس في مختلف الموضوعات المتسوعة المتعلقة بالصحة النفسية أو الجسدية أو التدابير مختلف نواحي الحياة. رحب بضيوفي اللي حضروا معنا اليوم. نرحب أنا ضيفي امرأة ورجل، رحب بالرجل أولا. رحب بك دكتور كمال جامع مختص في الطب الشرعي، وتعود عليك مستمعينا في سلسلة مهمة جدا تتعلق بموضوعات هكذا خاصة نوعا ما. صباحك سعيد. صباح الخير أخت رشينا، صباح الخير مستمعي الكرام. إذا اليوم موضوعنا هو مخاطر الصدمات الكهربائية. نعم طبعا، دائما في مجال الوقاية، ونحن مقبلين على فصل الصيف، طبعا وقاية التحسيس مهمة جدا. استعمال الأجهزة الكهربائية. نعم. إن شاء الله نعطيهم كل المعلومات باش يتفادوا مثل هذا، خاصة بالنسبة للأطفال. نعم. نبدا معك مباشره دكتور كمال جامع فيما يتعلق بمخاطر الصدمه الكهربائيه. هي تحدث هذه الحوادث ممكن من حين لاخر، لكن يبقى التحسيس بمخاطر الكهرباء قليل جدا، واحيانا يعني ممكن ثقافتنا بالكهرباء تقريبا تكاد تكون منعدمه. دكتور بالفعل أخت رشينا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اليوم اخترنا موضوع مخاطر الصدمات الكهربائية، لأنه بالفعل نشهد يعني كل في خصوصا في المواسم هذه اللي يكون النهار فيها طويل، نشهد يعني حوادث مؤلمة تؤدي إلى في معظمها إلى الوفاة. يعني كان يعني بمقدورنا باش نتفاداو هذه الحوادث باستعمال يعني احتياطات يعني بسيطه وبسيطه جدا، بالاخص يعني كما قلنا في البدايه بالنسبه للاطفال. هذا ما خلانا يعني ننطلقوا موضوع كما هذا باش نحسوا طبعا نحسوا المواطن يعني الخطوره تاع يعني الكهرباء. طبعا الكهرباء شرعي تجيكم هذه الحالات دكتور؟ طبعا طبعا الموت بطبيعه الحال في غالب الاحيان يعني حالات الموت بعد الصدمه الكهربائيه تمر عن طريق التشريح الطبي يعني اوتوماتيكمون للكشف عن يعني ملابسات. طبعا اخت رشيدة، يعني كنا عارفين بلي يعني الكهرباء هو المصدر يعني الرئيسي للطاقة، والكهرباء يعني احد الثورة في تسهيل حياتنا اليومية. يعني ما كاش بيت يعني ما يدرك يعني في العالم في الكوكب هذا ما يستعملش كهرباء. يعني هاد يعني هاد السهولة تاع الحياة، طبعا ما لازمش ننساو الأخطار تاع الكهرباء. طبعا الأخطار هذه هي تتمثل بالاخص في الصدمات الكهربائيه. الصدمات الكهربائيه اللي كما قلنا تحدث يعني الوفاه، وحتى يعني ولو لم تحدث الوفاه احيانا تحدث اصابات يعني بالغه يعني وتخلي ديسيكال يعني ديسيكال خطيره يعني احيانا يعني تقعد مع هذاك الشخص مدى الحياه، يعني تسبب له اعاقات وراح نحكيو عليها بعد قليل. ولهذا يعني ما لازمش التهاون في استعمال الكهرباء. طبعا ما نقولوش باللي اي حاجه بسيطه، ما لازم استعمال الكهرباء ديما يكون بحذر وبحذر شديد. اذا كيفاش تحدث الصدمه الكهربائيه؟ على العموم احنا تمنينا انه يكون معنا مختص في الكهرباء، الخطره جايه نجيبه يعطي ممكن نصائح اكثر في تفادي الصدمات الكهربائيه من جانب التقني اقصد وليس من جانب. طبعا الصدمه الكهربائيه وهي نقدر نعرفوها ب يعني تغير مفاجئ في العمل الجهاز العصبي والعضلي،
والتنفسي الانسان نتيجه لمرور تيار كهربائي فيه يعني كيعدي كي يلمس الانسان تيار كهربائي تحدث تغيرات في الجهاز بالاخص جهاز يعني القلب الدوراني والجهاز التنفسي عمليا الجسم الانساني يعني يعتبر قطب يتفاعل مع الكهرباء هكذا طبعا يعني ماهوش قطب عازل بطبيعه الحال لانه الاعصاب يعني الاعصاب الاعصاب تاع جسم الانسان يعني ناقله جيده للكهرباء يعني الانسان ناقل جيد للكهرباء بطبيعه الحال يكون كابل جيد لذلك حذاري تحدث في غالب الاحيان تحدث هذه الصدمات الكهربائيه كما قلنا كي يلمس الانسان مصدر كهربائي سواء في الخيط كهربائي ولا لي بريز هذوك اللي الانسان اللي يستعملهم يوميا وتحدث صدمات كهربائيه ثانيه يعني اثناء السواقة يعني الرعديه هذه كانت في فصل الشتاء هذه كانت تحدث صواعق كهربائيه طبعا كي نحوسوا على الاسباب يعني على حتى تحدث هذه الصدمات الكهربائيه تحدث الصدمات الكهربائيه نتيجه طبعا في غالب الاحيان الى خطا يعني بشري يعني خطا بشري مباشر سواء الانسان يكون يستعمل اجهزه تالفه يعني اجهزه هذه ما داش عليها مراقبه ولا قديمه ولا ثاني عدم التقيد بتعاليم اثناء تركيب اجهزه كهربائيه مهم جدا باش نتقيدوا واش يقول هذاك الليفر تاع الليفر تاع اللي يرافق الجهاز الكهربائي تحدث كذلك عندما يكون انسان يعني يصلح في جهاز كهربائي ولا وما يقطعش الكهرباء يعني يخدم في هذيك الجهاز والكهرباء تكون ماشيه تحدث كذلك هنا تحدث صدمه كهربائيه في اماكن طبعا الاهمال في اماكن العمل احيانا الناس في اماكن العمل ما تكونش يعني مجهزه ب اجهزه ولا وسائل عازلات ما تسمحش بمرور الكهرباء كذلك عدم اخذ الاحتياط واستعمال معدات واقيه للكهرباء سواء في الناس اللي يخدموا في المهنيين في الكهرباء ولا في المنشات الصناعيه يمكن ما تكونش اجهزه واقيه للكهرباء يمكن المنشات الصناعيه المراقبه اللي عندها يعني قانون بها او يعني مؤسسه قائمه بذاتها تعمل احتياطات السلامة للعمال تاعها لكن الآن انتشرت ظاهرة أنه مثلا هاد لي ماسون ولا هاد الكهربائيين أو غيرهم يعملوا لي يعني يعملوا للناس بطريقة خاصة وأنا ألمتني حادثة يعني سمعنا فيها في بويا على هنا أنه ماسون كان يركب في الفايونس في كوزينة يعني ضربت أصيب بالصعقة الكهربائية وتوفي في عين المكان يعني هادو الناس الثاني اللي يخدموا وحدهم وما يحتاطوش ما يلبسوش ألبسة واقية أو ما يستعملوش وسائل واقية أحيانا حتى يعني كي تكلمنا في الكواليس دكتور انه الناس دير هاد الاشياء ممكن بمفردها مثلا يركب انستالاسيون تاع الكهرباء وحده الى غير ذلك طبعا نرجع دائما للقول بانه كل واحد اختصاصه يعني ما لازمش باش هذا الامر بطبيعه الحال يقول لك باش من ما نفقدش المال نخدم وحدي ولا لا يتعلق الامر بحاجه يعني سيتو انستالاسيون ولا الانسان يجيب المختصين في الميدان دونك اخت رشيده كيفاش يعني الميكانيزم كيف تحدث صدمة كهربائية يعني واش التيار الكهربائي واش يدير في جسم الانسان على حتى يؤدي الى الوفاة تاع الشخص ولا بخصوص الوفاة ولا كيف يحدث له الاضرار هذيك الجسيمة طبعا اول حاجة السبب الاول للوفاة هو انقباض عضلة الصدر طبعا كي يلمس الانسان يلمس التيار الكهربائي تسا ان كونتراكسيون تاع لي ميسك توراسيك العضله تاع القفص الصدري تنقبض فيحدث اختناق تنفسي طبعا الاختناق التنفسي هذاك عنده علاقه بمده تاع اتصال الجسم بالكهرباء
قد ما تطول المدة تاع الزمن تاع الملامسة تاع الكهرباء قد ما يزيد الاختناق. يعني كون نلحقوا على الإنصاف مباشرة نقدر نمنعوه، وكي طول المدة يقدر يعني يسبب الوفاة. هذاك الاختناق يسبب الوفاة. هذا الميكانيزم الأول. طبعا الحالة الثانية يحدث الوفاة نتيجة لشلل مؤقت بالمركز العصبي التنفسي. هنا ما نحكيوش على لو سيستيم بيريفيري يعني في القفص الصدري، هنا يحدث مباشره يعني في الدماغ، يعني يصير شلل، يعني هي قضيه ثواني، يعني مش قضيه ثواني، عند الملامسه مباشره يعني تروح تضع عندك السيره العصبيه فيصير شلل، يحدث شلل يعني في المركز العصبي التنفس، ويحدث اخفاق في التنفس، يعني الانسان ما يقدرش يتنفس. ونفس الشيء يعني يكون تستمر الحاله هذه عند الضحيه مده طويله يعني يقدر يحدث الوفاه، ويكون ننقذوه في اسرع وقت نقدر نتفاداو حاله الوفاه. يعني الحاله الثانيه يحدث الوفاه نتيجه اختلاج نمط القلب. يعني كي عدي التيار الكهربائي احنا نعرفوا باللي القلب يعني تقدر تقول يخدم تاني بالكهرباء، يعني نتيجه لي تبتبات يعني عنده اشارات كهربائيه. كي يمر التيار الكهربائي يعني في القلب يحدث تسارع في نبض القلب. التسارع هذاك التسارع في نبض القلب يؤدي الى الوفاه كل ما نقدرش الانسان هذاك يعني بسرعه. ويقول لك بلي يعني 50 ملي امبير تقدر تؤدي الى هذه الظاهره، ظاهره خفقان القلب الشديد ثم الى الوفاه. يحدث كذلك الوفاه نتيجه للتقلص العضلي القلبي الشديد. لا كونتراكسيون يعني دي كور، يعني كونتراكسيون فورت، يعني انقباض عضلي شديد للقلب ويؤدي الى الوفاه. كذلك يمكن يحدث الوفاه نتيجه احداث نزيف ولا تلف لانسجه واعصاب وعضلات. هذا التلف هذا نتيجه لوجود الحراره، لانه التيار الكهربائي فيه عنصر الحراره، يعني كي يمر في الجنان يقدر يرفع درجه الحراره، وهذيك درجه الحراره تؤدي الى تلف بعض الانسجه، يمكن حتى النزيف الدموي. ويمكن يعني كون الانسان هذا ما يقدرش بسرعه تقدر كما نقولوا تؤدي الى حاله الوفاه. هذا هو بصفه عامه يعني الميكانيزم تاع الوفاة في حالة تعرض إلى لمس تيار كهربائي. إذا ما حدثش الوفاة تحدث أضرار أخرى؟ طبعا أحيانا الأضرار يعني ما تكونش كما نقولوا بسيطة، تكون يعني بالغة، يعني أضرار بالغة وتؤدي حتى يعني للعاهات مستديمة. في العموم يعني الشهادة نحن في الحالة تاعنا يعني الأضرار اللي يسبب لها التيار الكهربائي الحروق. طبعا لي بغيور، وكما قلنا مصدر الحروق هذه هي ارتفاع درجه الحراره، الحراره هي تؤدي الى الحروق. الحروق هذه بطبيعه الحال تكون يعني تختلف على حسب يعني المساحه اللي تعرضت لها مساحه الجسم اللي تعرض للحروق، وتكون علاقتها بمده اتصال الانسان بالتيار الكهربائي. والاماكن يعني تنين تواجد للحروق. طبعا الحروق هذه يقدر تمد تكون مثلا الحروق هذه في اماكن حساسه، مثلا في الرقبه ولا في مواضع المفاصل لي زارتيكولاسيون، تقدر تؤدي الى كما نقولوا صعوبه في استعمال يعني هذيك المفاصل، وبالتالي عاهات مستديمه. بجانب الحروق نقدر حتى اختار شيء تحدث اضرار بالعين،
يعني والاضرار بالعين هذه اللي ترجع جينيرالمون لارك الكتريك هذاك القوس الكهربائي يعني بالاخص يكون يعني الاوفولتاج يعني يكون تيار كهربائي شديد يعني تيار عالي وهذاك القوس الكهربائي يقدر يجيس حتى مش لازم انسان يلمس الكهرباء يقدر يكون يجيس حتى وماش يعني بعيدين على على المصدر تاع الكهرباء هذاك بالاضافه الى كما قلنا بكثير اضرار بالاعضاء الداخليه للجسم يعني كما قلنا التيار الكهربائي بطبيعه يقيسوا الاعضاء الحساسه الكبد الكليتين على حسب يعني لو تراجي المده اللي تعرضت لها مو معدل التيار الكهربائي طبعا هذا بالاضافه الى احيانا الانسان ما ينظرش مباشره بالتيار الكهربائي لكن ينظر بالعواقب تاعو مثال يمكن مثلا الشارة الكهربائيه باش دير تحدث انفجار يعني في المكان هذاك ولا حرائق بطبيعه الحال الانسان ينظر من الامور هذيك اكثر من يعني اضرار اللي تسببها له التيار الكهربائيه. ممكن دكتور قلت انه ممكن نقضوا الضحيه في حاله ملامسته الكهرباء و يعني في ثواني نقدروا يعني نتعلموا الثقافه هذه انه بامكاننا بطبيعه الحال من صعقه كهربائيه بالاخص الناس يعني يكونوا العمل تاعهم يعني يعني يخدموا ديما مع الكهرباء يعني الناس اللي متعودين على لازم يتعلموا هذا الطرق كيفاش يقدروا يديروا بالاخص الطرق انقاذ يعني شخص تعرض الى صدمه كهربائيه طبعا انسان كيتعرض الى صدمه كهربائيه الاعراض هي على العموم نلقى فقدان الوعي بيغ دو كونيسونس مع توقف للتنفس وتقلص عضلي هذه هي الاعراض اللي نلقاوها في الانسان اللي يتعرض الى صدمه كهربائيه طبعا هنا لازم نسارعوا باش ننقذوا هذه الضحيه طبعا يكون الانقاذ يكون سريع ويكون بحذر وانا نسطر على كلمه حذر لانه احيانا الانسان اللي ما يعرفش يعني الاحتياطات هذه يروح ينقذ انسان يقدر حتى هو يتعرض الى صدمه كهربائيه ثانيه يعني ما يكونش يعرف كي يعود مثلا في صعقه كهربائيه ملامس للتيار ما لازمش نقيسوه احنا ثاني اكيد لانه راح يعدي التيار لانه هو بالذات ناقل للكهرباء في هذه الحاله يستحسن يقال انه نستعملوا يعني خشب او بالتاكيد هذا واش راح نقولوا اول حاجه قبل ما نديروا اي شيء اختي رشيده اول حاجه نفكروا فيها هي خص التيار الكهربائي يعني قطع التيار الكهربائي نشوفوا المصدر تاع التيار الكهربائي اذا كان فيه مصدر قاطع بيان سور يعني يكون نشوفوا في لونتوراج يعني في المحيط كاين مصدر قاطع الكهرباء نروحوا بسرعه نقطعوا ذاك الكهرباء هذا اول حاجه نديروها ثاني حاجه نحاولوا ما نلقاوش مثلا نحوسوا ما نلقاوش مصدر اللي باش نقطعوا من الكهرباء نحاول نخرجوا هذاك الانسان من نحاول نعزلوه من مصدر الكهرباء باستعمال كما قلتي اداه تكون جافه وعازله يعني مثل عصا خشبيه نحاول نعزلوا هذاك الشخص من مصدر الكهربائي في نفس الوقت نقوموا بالابلاغ عن هذه الحادثه طبعا كي نقوموا بالابلاغ الحادثه نقوموا ب يعني الانسان اللي دار اللي تعلم انقاذ بالاخص التنفس الاصطناعي في انتظار يعني المسعفين هذوك يجيو يقدر يبدا في عمليه الاسعافات الاوليه طبعا مهمه جدا هذه الاسعافات بالاخص التنفس الاصطناعي انه نقوم ب
بالعمليات هذه كنا نتعذر المسعفين احيانا هذيك هذاك المصاب بالساقه بعمليه التنفس نعاونوه به واحيانا هذوك هما اللحظات ولا الدقائق اللي كما نقولوا حاسمه تكون تحسن مصير الانسان هذاك لذلك كما قلنا لازم تكون عندنا ثقافه تاع هذه لي برومي لي جور دو سيكو غادي يكون عند الناس ويصوم ينتظر الاسعافات المسعفين و كما نقولوا قبل ما يوصل هذاك المسعف يعني يكون عنده معلومات على الاقل على حيثيات ولا المعطيات على الحادث يعني مهمة جدا باش يسهل عمل المسعفين. بالنسبة للمنازل من نعرفوا أن الأطفال فضوليين كثير خاصة بالنسبة لهذه الوسائل الكهربائية إلى غير ذلك لازم الأولياء يكونوا حريصين على أنه يعني هاد القواطع الكهربائية ما تكونش في متناول الأطفال فيه الآن يعني الأجهزة متقدمة المواد عاد يعني تتباع جد متقدمة ممكن يعني يكونوا ماخذين كل الاحتياطات تاعهم دكتور بالتأكيد وحنا يهمنا بالأخص لأن الإنسان البالغ يكون يعرف شوية يعرف يعني يعرف الخطورة تاع إذا كنت على الساقة يعني تكلح بين قوسين يعني بين قوسين يعني الإنسان البالغ يعني يعرف من الخطورة تاع يروح لهذاك الخطر ما يبقاو الأطفال يعني كما قلت هذيك الشغف تاعهم وحب الاستطلاع ويحبوا يمشوا يحبوا يجربوا يكتشفوا بالخصوص يعني الاولياء لازم ينبهوا وقبل ما ينبهوا لازم هما بالذات ما يحطوش يعني كما نقولوا احنا كما القواطع اللي كنت تحكي عليها هذه بخيز لازم يدير لها اوازن يعني ما يخليوش هذيك القواطع قريبه يعني من ايادي الاطفال تناول في من تناول ايدي الاطفال لازم يغطيوها يحاول يغطيوها ولا يديروها في اماكن احنا دوكا لا عاد يديروها في اماكن عاديه يعني حاليا بنايه جديده عاد يديروها في اماكن يعني على الاقل حتى يبلغ خمس ست سنوات ولا يعني حتى من طول طفل تاع ست سنوات حتى يعني يتفاداو هذيك المفاجئات تاع الاطفال وهذا ما يخلينا يعني نعطيو يعني في الاخير نعطيو بعض النصائح باش نتجنب اخطاء الكهرباء. اول حاجه لاحظنا كذلك الناس كي تستخدم الاسلاك الكهربائيه كاين يستعملوا اسلاك كهربائيه غير مناسبه للوظيفه تاعها. طبعا كاين كل الاسلاك الكهربائيه كل سلك عنده وظيفه تاعو يعني كل واحد الى ان الوظيفه تاع الجهاز الكهربائي هذاك ما لازمش كل واحد يفتي نفسه ويروح يشري اي سلك كهربائي لازم يشاور الناس تاع الاختصاص. مهم جدا باش الاسلاك هذيك تكون معزوله الاسلاك الكهربائيه تكون معزوله عزل كامل باش ما تكونش يعني كما نقولوا تفاجئ الاطفال ولا تفاجئوا باش نلقاو جزء مش معزول يقيسوا الطفل هذاك وواحد تحدث الصعقه. كذلك كي نقوموا بتمديد الاسلاك الكهربائيه لازم نتفاداو باش نحطوها في يعني نمروها في اماكن يمكن ان يحدث لها قطع مثلا نعقبوها على تحت السجاجيد ولا من خلال النوافذ من خلال الابواب يعني يقدر يحدث لها تقطع وتسبب كذلك مصدر تاع خطر. ايضا بالنسبه للاجهزه الكهربائيه لازم يكون هناك فحص دوري يعني ساعات الانسان يشوف هذو الخيوط تاع الاجهزه الكهربائيه يشوفها اسكو تاليفه اسكو يقدر يبدلها. مهم جدا باش يدير فحص دوري. مهم جدا بالنسبه للاجهزه تاع الطبخ والريفريجيراتور يكون عندها دي بريز يكون عندها تعريض يعني يكون عندها واحد سلك مرتبط بالارض يعني مهم جدا لانه هذا يحمي من الصدمات الكهربائيه يفو فيريفي قضيه تعريض الاجهزه الكهربائيه.
كذلك نتأكد من عند مثلا إنسان يفتح جهاز كهربائي باش يخدم ولا يتأكد بلي يعني يديه جافين وكذلك المحيط اللي يخدم فيه ماشي يخدم مثلا في مكان يعني فيه الماء ولا فيه مهم جدا بالنسبة للكهرباء مهم جدا. وبالنسبة للناس اللي كما قلنا تخدم في مجال الكهرباء لازم يستعملوا يعني المعدات الواقية للصدمات الكهربائية ومهم جدا باش نستعملوا أخرى سيدة أجهزة كهربائية تكون يعني تكون ذات جودة عالية يعني تكون جودة عالية ونتقيدوا كذلك بتعاليم تاع تركيبها ما نستعمل مثلا ما نشريوش أجهزة تكون مثلا طايحة في رخيصة الثمن بصح ما تكونش مثلا تكون مش محمية يعني تكون يمكن أول استعمال ليها يعني تتلف ولا تسبب لك هي كذلك صدمات كهربائية وحتى كما قلت حرائق. هذا على العموم يعني النصائح اللي نقدروا نقدموها باش نتجنبوا يعني يعني حدوث صدمات كهربائيه. وكما قلنا الحيطه الاحتياط واجب قبل ما بالاخص الاطفال، الاطفال يعني منذ سن يعني كما نقولوا 3 سنوات لا نقدروا نبداو ندوا لهم هذه النصائح باش تكون عندهم ثقافه بيان سور لازم يكون يعني بالهم في الكهرباء مش حاجه سهله وتقدر تؤدي الى عواقب يعني كبيره. لازم يفهموا بانها شيء خطير جدا وماهيش مجرد لعبه. اكيد على العموم والسلام للجميع. كانت هذه اذا التفاته لممكن توعيه منزليه اكثر منها لانه اهل الاختصاص ممكن يقدروا ياخذوا كل احتياطاتهم، لكن هذه نصيحه لكل الامهات والاولياء خاصه اللي يكونوا اسر جدد وعندهم اطفال جدد الى غير ذلك ممكن تفوتهم هذه الاشياء. شكرا جزيلا دكتور جامع، نلقاوك ان شاء الله في حلقات مقبله ومزيد من التوعيه والتحسيس. شكرا.